سمعكم. أولا رمضان مبارك سعيد على كاع الإخوة. أسأل الله سيدي ربي يدخلوا عليكم وعلى جميع الأحباب والأصدقاء بالصحة والعافية وكل ما يتمنى الإنسان. إن شاء الله غادي نبداو هاد السيمانة، غنبداو فورماسيون في واحد اللوجيسيال اللي قليل الناس اللي تتعرفوا، هو واحد اللوجيسيال ديال موديليزاسيون والديسان ديال الكوفراج والفراياج. الصراحة من بعد ما تعرض علي أنني نخدم بصراحة هاد لي بلون بيتو أرمي، يعني كوفراج والفراياج موديليزيهم شي لوجيسيال 3D، كانوا قدامي ثلاثة الاختيارات، وهاد ثلاثة الاختيارات هما واحد ثلاثة لوجيسيالات اللي هما البلي فور في الدومين، واللي تنظن هما اللي كاينين في السوق حاليا. هاد الثلاثة كانوا غنقولهم بالترتيب من البلي فور، يعني ما نقولش الأقل كفاءة، ولكن هذه وجهة نظر شخصية. أنا تنشوف هاد اللوجيسيالات بهذا الترتيب هذا. فأول لوجيسيال هو تكلا ستركتور. تكلا ستركتور اللي بزاف الناس يسحب ليهم بأنه واحد اللوجيسيال غير ديال لي كونستركسيون ميتاليك، ديال الشاربونت وديال لي بروجي ميتاليك. وبزاف الناس ما تعرفوش بان تكلا ستركتور ولا بلي فور في البيتون، في ستركتور اون بيتون، سيرتو في لي فيرسيون الاخرانيين جو بونس من 2017 ولا من 2016 تال دابا. ف تكلا ستركتور فيه بزاف المميزات اللي بغينا نقولوا، اللي هي مزيانه وواعره واكثر كفاءه مقارنة مع اللوجيسيالات الاخرين. فمثلا غير تكلا ستركتور عنده دي ماكرو او نيفو ديال الفراياج، لو بغيتي ديسيني الفراياج او تموديليزي الفراياج عنده دي ماكرو واجدين ديال كاع لي زيليمون، يعني تقدر مثلا بكليك تفيري ان بوطون، لان عنده دي ماكرو اللي موجودين، تدخل غير لي دوني ديال الفراياج ديال البوطو وتتكليكي عليه تتفيري. فهذه امور اللي تتسرع في الصراحة الخدمة، عاد زيادة على أنه لوجيسيال خفيف ولي كوموند ولي بار ديالو مسامبليفين لواحد الدرجة اللي ما تلفش فيهم، ما معقدش بزاف، ما فيهش لي كوموند بزاف، ما فيهش لي بار بزاف، وتنحطو في المرتبة الأولى صراحة، تنحطو في المرتبة الأولى، لا في الرندر ديالو، لا في الموديليزاسيون ديالو، لا في الغابيديتي ديالو، لا في الكفاءة ديالو، لا في كل شيء. تاني لوجيسيال كنت تنفكر انني نخدم به هو اول بلون. اول بلون ستريكتور اللي بزاف الناس ما تعرفوش، سيرتو هنايا في المغرب، في المغرب العربي بصفة عامة، في الدول العربية بصفة عامة، فرنسا قليل تيخدموا به، ولكن قليل تيخدموا به في دول بحال رومانيا، بحال نشوف بعدا واش تنسجل، سمحوا لي غنشوف بعدا واش تنسجل عندي هنا ولا لا، حيت عندي دوز اكرون. داكو انا مازال تنسجل هنا. فقلت لكم هو لوجيسيال معروف في دول ديال الشرق، فحال رومانيا، فحال ايطاليا، فحال الصين، فحال تركيا، فحال روسيا، المانيا من طبيعة الحال لانه هو البلاد ديالو، نيمشتك السوسيتي ديالو. لوجيسيال محقور في الصراحة، يعني ماشي محقور، عن محقور هنا في المغرب العربي ولا في المغرب، سيرتو في المغرب بزاف الناس ما تعرفوش. لوجيسيال واعر، عنده مميزات، عنده مسامبليفي حتى هو، ونيفو الفراياج بلي فور، زعما شي حاجة مسهل عليك بزاف الأمور، تف البيتون مسهل عليك. عنده بعض السلبيات، ولكن كوميم تيبقى احسن من اللوجيسيال اللي غيجي في المرتبه الثالثه بالنسبه لي، اللي هو ريفيت ستريكتور. ريفيت ستريكتور اللي بزاف الناس دابا غتختلف معايا لانه لوجيسيال مشهور. ارجع للاول بلون، علاش ما مشهورش بزاف في المغرب وفي سميتو؟ لان اول حاجه الفورماسيون ديالو ما كايناش، اللوجيسيال مكراكي قليل، هي الفيرسون اللي موجودة دابا مكراكية هي فيرسون 2015،
والفورماسيون ديالو ما كاينش، يعني لا بالفرونسي لا بالانجلي لا اما العرب ما تعرفوا عليه حتى شي حاجه، يعني ما كاينش شي فورماسيون بالعربيه مثلا غتلقاها لا او الدارجه المغربيه لا اللوجيسيال. لهذا الفورماسيون غتكون ان شاء الله حصريه، نتمنى من الله انك على الاصدقاء والاحباب سيرتو في الجروب ديالنا باتي ماروك انهم يستافدوا. فقلت لكم بان يبقى يجي في المرتبه الثالثه ريفيت ستريكتور. ريفيت ستريكتور لوجيسيال واعر او نيفو ديال الكوفراج، ولكن الماب او نيفو ديال الماب كذلك، ولكن اللي تهمنا حنا هو ستريكتور، يعني البيتون ارمي كوفراج والفراياج. ف او نيفو ديال الكوفراج ممتاز مزيان، تنظن انه احسن من تيكلا واحسن من اول بلون، ولكن عنده واحد المشكل كبير هو او نيفو ديال الموديليزاسيون الفراياج، او نقدر نقول ثلاثه المشاكل. المشكل الاول بالنسبه ليا هو ملي تتامبورتي شي فيشي في السي مخدوم بشي موديل واحد اخر، تتلقى مشاكل في انه يكونفيرتي لك لي زيليمون، هذه اول حاجه. ثاني حاجه عنده مشكل او نيفو ديسان ديال الفراياج، ديما تعتمد على دي زيكستنسيون است اكسترن ديال شي شركات وحدين اخرين بحال باك باور بحال سوفيستيك، بحال بمعنى انه ما عندوش دي زيكستنسيون ديالو الداخل في اللوجيسيال اللي تخدم بهم الفراياج. بار كونتر في اول بلون لا تيكلا عنده دي ماكرو دي سمارت بارت اللي هما يعني انتجري في اللوجيسيال وديال اللوجيسيال، فتقدر تخدم بهم مباشره. هذا اللي خصك ضروري، ما تجيب لوجيسيال واحد اخر او اكستنسيون واحده اخرى مكراكيه ديال شي شركه واحده اخرى كما قلت لكم ديال غريتيك ولا ديال سوفيستيك، باش يلا تقدر تخدم في رياش. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، واخا تجيب هاد لي زيكستونسيون تلقى مشكل واحد اخر، هو انه هاد لي زيكستونسيون تي في رايو بعض لي زيليمون ماشي كاع لي زيليمون، ما تلقى تي في راي لي زيليمون برينسيبال بحال مثلا لي بوطو لي سوميل لي فوال، بعد منهم لي فوال لي بوتر صافي تيحبس. ولكن انت لا عندك شي بوطو عند واحد لا فورم في شكل، ولا عنده مثلا ولا شي اليمون شي بوتر في شكل، ولا هادي ما يعرفش في ريا، خصك في ريا ترجع في ريا مانيال، وهذا مشكل كبير. وحتى الفرياج مانيال عنده ناقص بزاف. فتاني مشكل اونيفو ديال الفرياج عنده هو في الريندر، يعني ان فوا تخدم شي بروجي يلا تبدا ديسيني الفرياج ها هو غادي معاك مزيان، ان فوا تيبقى يكثر عليه او البروجي تيكون كبير شي شويه تبدا يكثر عليه الفرياج، تيبدا الفيشي او الموديل اللي خدام فيه تيبدا يتقال حتى ما تتبقاش قادر انك تحرك الموديل ديالك، ما تقدرش انك تدورو 3 دي باش تشوفو، صافي تيتقال ما تقدرش تخدم عليه. فهذه من بين المشاكل الصراحه اللي خلاتني نبعد على ريفيت ستريكتير، بالرغم من ان لي فورماسيون ديالو موجودين، بالرغم من انه لي فيرسون ديالو مكراكين موجودين، ومع ذلك لقيتو بانه ناقص او نيفو ديال الموديليزاسيون ديال الفرياج، او نيفو ديال لامبورت، يعني ملي تبغي تامبورتي واحد الفيشي اف سي اللي مخدوم بلوجيسيال واحد اخر. ملي تنقولو فيشي اف سي، فيشي اف سي هو واحد ليكستونسيون ديال كاع لي موديل اللي تخدمو او لي لوجيسيال اللي تخدمو البي، يعني الموديل راه غيكون ترواد بحال دي دبليو بي جي خاص بالاوتوكاد، ولا دي اكس اف خاص بالاوتوكاد، ممكن بزاف لوجيسيالات تقراو كذلك، ومثال لي اف سي. لي اف سي كاع لوجيسيالات ديال 3 دي ولا ديال البيم تيقراو هاد الفيشي ديال لي اف سي. واخا هذه واحد المقدمه شويه طويله على اللوجيسيال ديالنا. فقلت لكم علاش اختاريت اول بلون بالتحديد، لان اول بلون بلي فور او نيفو ديال الموديليزاسيون ديال الفرياج والبيطون. هنايا تتشوفوا عندي واحد البروجي اللي هو كلاسيك، كنت خدمته مؤخرا، يعني ماشي شي بروجي كبير، هو بروجي صغيور مسامبليفي بزاف، هادشي كلشي من ديسيني مانيال. فهذا بروجي تخدم في الاوتوكاد من طبيعة الحال، غالبا الكونسيبسيون ديال 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 واحد البلون كوفراج وفرياج تتخدم اولا في على الاقل كوفراج تتخدم في الاوتوكاد، لان ما يمكنش تخدم انت في واحد لوجيسيال ديال البيم، لوجيسيال ديال البيم ولا لوجيسيال ديال الموديليزاسيون غتموديليزي فيه 3 دي، ولكن ما يمكنش تخدم فيه، فهو تيعطيك لي دوني باش تخدم فيه الكوفراج، ولكن غتضيع الوقت. علاش؟ لانه انت ملي غديسيني واحد البوطو مثلا غطلعوا ليطاج او غديروا في ليطاج وغتهبطوا لي نيفو لي انفيريور غتلقاه ما خدامش لك، غتعاود تسيبريمي الى اخره، فهذا غيطلب منك وقت وانت تخدم في واحد اللوجيسيال ديال البيم. بار كونتر الا كنتي تخدمو غير في الاوتوكاد، فانت بحال اللي تديسيني بيديك، تقدر تمسحو وتقدر عاوتاني تجيب واحد اخر ديبلاسي الى اخره. هادشي اللي كاين او نيفو ديال هاد البريزونطاسيون الاولى اللي هي
ليا غابيدمون على اللوجيسيالات اللي قدامي وعلى اولبلو. قلت لكم هذا بروجي صغير اللي ان شاء الله غادي نخدموه في الفورماسيون هذا. غادي نخدموا الموديليزاسيون ديال الكوفراج ديال الاولى، نخدموا لي بوطو لي بوتر لي سومال الى اخره، ومن بعد غادي نفريو ان شاء الله شويه بشويه. نتمنى من الله ان يكون عندي شويه الوقت باش نقدر نكمل. واخا غنخليو هذا وغادي نمشيو نفتحو اللوجيسيال ديالنا. اللوجيسيال ديالنا الفيرسون اللي عندي هي اول بلون 2015، موجوده راه كاينه في الانترنت تقدروا تانستاليوها. من الحاجات اللي ضعيف فيها اول بلون الصراحه هي انه ما يمكنش يفتح لك دو بروجي في نفس الوقت، يعني ام فوا تيفتح بروجي واحد ما يقدرش يفتح لك الاخر، فغير تفتح الاخر تيطفى الاخر. هذه الحاجه الاولى. ثاني حاجه اللي هي تتبان لي مزيانه في اول بلون، وانه واخا ما ديرش اونغوجيستري فهو تي اونغوجيستري لك اوتوماتيكمون. ام فوا تطفي لك البيس ولا كذا، فغتلقى ديك ليطا ولا ديك الوقت فين وصلتي راه مازال اونغوجيستري في سميتو. واخا انا ديجا كنت كريت البروجي، فهنايا ان فوا تفتحو تيعطيك اما لي بروجي ريسونت اللي ديجا خدمتيهم او ديجا عندك في البيرو، وهنا تيعطيك انك اما تكري بروجي واحد اخر يعني من جديد، ولا تكوبيه ولا توفير. غالبا نتوما هاد الليست هادي ما غتكونش عندكم لان عمركم ما غتكونوا خدمتوا شي بروجي هنا، فغادي غتكري بروجي جديد. كاين شي امور اللي غندوزها غابيدمون يعني ما كاينلاش نضيعوا فيها الوقت، لانه الاساسي هو انه بعدا غير نعطيكم فكره على اللوجيسيال قبل ما ندخلوا في لي ديتاي. فهنايا منين تتبغي تفتح واحد نوفو بروجي تيعطيك تعطيه شي سميه الى اخره، تقدر تعطي اي سميه اير بليس تو كدا شي حاجه. داكور سويفون. هنايا ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف، غير الشومال البوليس ديال التكست ديال كيفاش غيكون الى اخره. لي تري بلوم دابا نشوفهم، هادشي كامل الكاتالوج دي بار ديجا كاينه، فهادشي هذا كله ما عنده حتى شي اهميه، تقدر تشوفهم من بعد تطلع عليهم مزيان وتقراهم صافي تدير تيرميني. هنا تي تفتح لك البروجي والفوق تلقى السميه ديال البروجي، هاي اير بليس دو كما شفتوا هنايا، هي اير بليس دو. هنا غالبا الا فتحتي انت اول بلون اول مره غيعطيك غير فونيتر وحده، يعني عطيك غير الفيون بلون. اللي زوينه وتاني في اول بلون هو انه تقدر تخدم او ميم طون في الدو دي، وتيبان لك داكشي اللي تديسيني في 3 دي، فهادي حاجه بالنسبه ليا ممتاز فيها ومزيان. فتقدر دير تجي هنا الفونيتر ودير 3 فونيتر هنا، غيقسم لك ليكرون على 3، ومن الافضل ان تكون عندك ليكرون كبيره باش تقدر تخدم فيها مرتاح. لان ليكرون ديال انا عندي دو زيكرون، عندي ليكرون ديال البيسي بورتابل وعندي ليكرون هادي اللي كبير، فتنخدم شويه مرتاح. لان الا كانت ليكرون صغيره غيبان لك هادشي صغير، فما تقدرش تخدم فيهم 3 فونيتر. واخا هاد لي 3 فونيتر فيهم فيون بلون، يعني هنا غتخدم الفيون بلون داكشي اللي غتخدم دو دي في دو دي. هنايا ايزوميتريك يعني ايزوميتري الفاس غوش يعني 3 دي، هنا واحد لانيماسيون 3 دي اللي غيبان لك فيها البروجي ديالك، وهنا واحد الفيد فاس اللي غتشوف لي فيد فاس وتقدر تبدلها. واخا هنا دو دي دو دي ويمكن تتحكم في دو دي، فتشوف هنا واحد العلامه بالاحمر الا كليكيت عليها، شوف هنا راه تنشوفو من الفوق يعني من هون فيون بلون، ولكن الا بغيت نشوفو تا هو 3 دي نقدر نكليك عليه غادي نشوف 3 دي، نقدر نشوف لي في اون فاس اغيير اللي بغيتي تشوف اي فيو بغيتيها غادي يعطيها لك، يعني بحال السيستم ديال كاع اللوجيسيالات البين بحال الريفات ولا. فغنخلي هادي دو دي لان غنخدم هنا دو دي، وغنخلي هادي 3 دي ايزومتري 3 دي، وهادي غتكون في دو فاس. داكور حتى لهنا كلشي مزيان. ف كاينه شي امور مبدئيا غنشوفوها من بعد ان شاء الله. هو اول حاجه يعني قبل ما تخدم غتمشي تريق البارامتر ديالو، ماشي شي حاجه صعيبه، تعطيك واحد ليكون هنايا، فغتشوف غير لونفيرونمون دو ترافاي غتكون لا لونغ فرونسي من طبيعه الحال، غتشوف لينيتي دو لا لونغور يعني واش باغي تخدم بالمتر ولا بالسنتيمتر ولا بالمليمتر. ما تبقى تنظن ما كاينلاش كمبتدئ انك تصدع راسك فيهم. هنا كاين واحد الحاجه مهمه هو انه تي اونغوجيستري تو لي 15 مينيت، تقدر تصغر هادي ودير ان مينيت مثلا، يقدر اونغوجيستري لك تو لي
ان مينوت ولا شي حاجه بحال هكا او دي مينوت اللي بغيتي نتايا. هنا في لافيشاج بحاله بحال لوتوكاد، دخلتي لي زوبسيون في لوتوكاد، شي حاجه خاصه بالكولور ديال السيليكسيون، هنايا الفون ديال الفونيتر هادي واش غتكون بالبيض ولا غتكون بالكري ولا غتكون كذا الى اخره. فهذه امور تقدر تشوفها بصراحه راسك، لان ما كاينش شي حاجه اللي هنايا اللي هنا ما كاينش شي حاجه صعيبه، غير سيليكسيون كيفاش لانيماسيون لي كولور، واش الفراياج والكوفراج واش ديرهم دي كولور، لي بار مثلا انا دايرهم هنايا مثلا واش لي بار يبانوا لك شاك ديامتر، مثلا انا هنا كل ديامتر مثلا ديامتر ديال الويت كولور ديال الديس كولور الى اخره، ولا ديرهم كلهم كولور واحد بهذا الكولور هذا. فهادو هادشي اللي كاينه في هادشي اللي كاينه في لوبسيون في الريغلاج، ما كاينش شي حاجه سبيسيال، ما كاينش شي حاجه صعيبه، داكور خليوها. ولكن ان شاء الله غادي نشوفوها من بعد شي نهار وغندوزو عليها وحده بوحده ونقادوها. انا تنحاول ما امكن نزرب باش الفيديو ما يكونش فيه بزاف، ما علينا. فلحد الان الامور دابا واضحه، هنايا في الجنب، وهذه هي المهمه، هنا لي بار باش غتخدم. فهنا الا كليكيتي على هذا الفلاش هذا غتلقى موديل جينيرو، اي حاجه متعلقه بدو دي بدسان دو دي، لي لين لي كادر لي سيركل لي بوان لي تيكست، كل حاجه متعلقه بدو دي الكوتاسيون، يعني اي حاجه متعلقه بلي زاتريبي دو تي بلي زاكس، يعني بحال تديسيني في الاوتوكاد، هذه غتلقاها في موديل جينيرو. كما قلت لكم غندوز غابيدمون باش من الفيديو ما يكونش كبير بزاف. موديل سيبلومونتيغ عن انتوما ان شاء الله ملي غتفتحوا لوجيسيال فغتحاولوا تعرفوا على كل حاجه هنا، يعني على الاقل غتقراو عندي واحد الفكره عليها وصافي. وهذا هو الهدف من هذا الفيديو الاولاني. هنا موديل سيبلومونتيغ هي اي حاجه متعلقه بالموديليزاسيون 3 دي، ولكن ماشي بيم، يعني اي حاجه بغيتي تكرييها بحال ريفيت، بغيتي تكرييها ب 3 دي دي فوليم 3 دي، فهنايا تعطيك كاع لي كوموند اللي ممكن تخدم بهم باش تكريي 3 دي، وتعطيك كيفاش تتحكم فيهم في لي زاتريبي ديالهم في لي تيكست الى اخره. كاين بزاف الحاجات هنايا، من طبيعه الحال كاينه شي حاجات اللي هي متعلقه بالستركتور، وكاين شي حاجه اللي ما غتهمناش حنا بزاف اللي متعلقه بالاركيتكتور، لان اول بلون راه تيخدم الاركيتكتور هاريفيت و تيخدم ستركتور. ما علينا، غنمشيو للاركيتكتور. هاد لابار هادي هي فيها ستركتور و اركيتكتور من طبيعه الحال، علاش؟ لانه من هنا ممكن ديسيني لي بوطو لي بوتر لي سوميل لي غاديال، اي اليمون بغيتي ديسيني غتلقاه هنايا، و لي كوموند باش تتحكم في هاد لي زيليمون هادو، بغيتي تموديفي فيه، بغيتي تصغرو، بغيتي تنقصو، بغيتي تاجيستي، بغيتي المهم اي حاجه متعلقه التكست ديالو لي زاتريبي ديالو الى اخره، لي زيسكالي كلشي كلشي غتلقاه هنا. ف اي حاجه متعلقه بلي زيليمون اللي غديسيني فغتلقاهم في اركيتكتور. انجينيوري غتلقى اي حاجه متعلقه بالفراياج لي ماكرو، مثلا هنا راه كاينين دي ماكرو، شوف يعني دي ماكرو موجودين ديال الفراياج، مثلا لبسيتي السوميل تعطيك لي سوميل هاكا، هادي اون فوا ديسيني سوميل دوز عليها واحد لاكوب فهو تيفيريالك اوتوماتيكمون. دخلنا شي وحده هنايا غنلقاو بانه هنا تعطيك الفراياج ديال لي سوميل شغل يكون فيها لي بار انفيريور سوبيريور الى اخره. ملي تدير له اوكي تختار له غير السوميل وهو تيفيريال، نتوما تتشوفوا ليكم ديال السوميل هو تيفيريال. ما علينا، فاللي كاين هنا في انجينيوري هو كما قلت لكم اي حاجه متعلقه بالفراياج، بلي روبير ديالها بغيتي تروبيري الفراياج، لا بغيتي لي كوت ديالهم لي زاتريبي كذلك ديالهم، اي حاجه متعلقه بالفراياج غتلقاها في انجينيوري. داكور غندوزو في انجينيوري ديتاي، هادو اي حاجه متعلقه بلي في ولي ديتاي ولي كوب. فلا بغيتي دوز كوب على البروجي ديالك اللي تكون موجوده بلي كوت ديالها بلي في، مثلا في اون رو في اون بلون في فاس فيد اريير شي حاجه بحال هكا، اي حاجه متعلقه بلي في غتلقاها هنايا لي في ولي ديتاي. داكور، من بعد عندنا انرجي ما تتهمنا في حتى شي حاجه في الصراحه ستركتور، واللي تبقى اهم حاجه غتهمنا تا برودوي و فابريكوم ما تتهمناش، اللي غيبقى يهمنا في الاخر هو فيزيال. فيزيال هنا اي حاجه متعلقه بغيتي تاخد شي تصاور او تامبورتي شي تصويره او
او تدير شي فيديو انيماسيون بحال اللي تلوح في لاشين ديالي شي فيديو ولا شي حاجه، فتتقادو من هنايا من هاد الفيزيال هادي. اي حاجه متعلقه بالرندر، الرندر كذلك ومثال اكسبورتي مثلا الكاتخ دي ولا سكيتش شوب الى اخره، فاي حاجه غتلقاها هنايا. دزنا من فونكسيون اسيستون، هنا كاينه دي شنو نقول لكم، دي كونفيغراسيون ولا دي بارامتر اللي هما موجودين يعني باش تسمي بهم. مثلا في مثلا هنا غتشوف لي كوت موجودين، ستيل دي كوت موجود اللي تقدر يعني بلا ما تعاود تقادو تلقاه موجود، دي ستيل دي كوت مثلا. هنا مثلا دي زاشيغ اللي هما موجودين مقادين، يعني تقدر تاخد اشير من هاد لي زاشيغ هادو بلا ما تعاود تقادو. في الاركيتكتور كذلك ومثال غتلقى هنايا دي زيليمون اللي هما واجدين، مثلا هاد ليليمون اللي فيه واحد الدخول الوسط. هنا لي ميور وكيفاش لي زاشيغ ديالهم غيبانو في دوتي، فهادشي كله تتلقاه موجود. نفس الشيء بالنسبه لي زوفيرتور بيبان ولا شراجم الى اخره. فهادو دي بارامتر اللي هما موجودين باش بلا ما تحمق راسك انك تبقى عاد تبارامتر شي حاجه. داكوغ، بيبليوتيك هادي مهمة غتخدم معاك في لي سمارت بارت وفي لي ماكرون، وغتخدم معاك في الكاتيجوري ديال الماتيريو اللي غتخدم بيها. هادي غنشوفوها من بعد ان شاء الله. هنا بروبريتي يعني شاك اليمون ولا شاك لين ولا اي حاجة ديسينيتيها فعندها واحد البروبريتي ديالها ممكن تموديفيها من هنا. لي كولور ديالها مثلا، هذا ليبيسور ديال التخي ديالها، كيفاش غتبان في دو دي، كيفاش غتبان في لاكوك الى اخره، غتشوفها من هنايا. وهنا لاير يعني لي كالك بحال اللي عندنا في الاوتوكاد، فلا امبورتيتي مثلا شي فيشي من الاوتوكاد، لي كالك ديالو غيبان هنا. ممكن تافيشي شي واحد ولا تكاشي شي واحد ولا تماسكي شي واحد كما بغيتي. لي لاير ماشي غير ديال لي زيليمون اللي غت او لي فيشي اللي غتامبورتيهم، ولكن هادو لي كالك تا ديال لي فيشي اللي غتخدم فيه غتخدم بهم. مثلا يعني نفرض مثلا مشيت درت ديسينيت واحد البوطو، باغ اكزومبل جيت هنا ديسينيت بوطو، فانتوما تتشوفوها هو تيبان في 3 دي او ميم طو تيبان في 2 دي، وهذا واحد الفيد فاكس. ما علينا، الى سيليكسيونيت هذا فغتلقاه في البروبريتي ديالو هو تبدل هنايا، فهو كاتب لك هنا بوطو وتقدر تموديفيه كيما بغيتي. المهم هنا ها هو فوالا، هنا ندوزو لي كالك بعدا. لي كالك نورمالمون هنا خاصهم يبانو. نورمالمون صيبا الكالك فوالا، ها هو الكالك ديال بوطو. فا اون فوا غنكليكي هنا غنحيدو، مغيبقاش يبان بطبيعة الحال، ماسكيتو. هنا الا كنت غنخدم في هذا الكالك هذا يعني نفس الشيء بالنسبه للاوتوكاد، فهنا الا درتو بالاحمر فانا تنخدم في هذا الكالك اللي هو بوطو، يعني اي حاجه غنديسيني غتحسب على هذا الكالك هذا. حيدتها هاد الشيء كله حيدته ما غيبقاش يبان، درتو هنايا بالكري صافي دير ان هذا الكالك هذا غادي يبان، ولكن ما نقدرش نموديفي فيه، ما نقدرش نموديفي فيه. واللي بالصفر هو غيبان، ولكن انت ما تخدمش في هذا الكالك، يعني تخدم في كالك ستوندار، ولكن ممكن تسيبريمي ولا دير شي حاجه لهذا لهذا لي ليفل. داكور، نرجعو للفونكسيون. الحاجه اللي من بعد ان شاء الله قبل ما نبداو في اننا نخدمو داك البروجي ديالنا اللي ديجا شفناه، غتبقى هما لي كالك اللي تخدم بيهم اول بلون بحالو بحال اي لوجيسيال بحال ريفات الى اخره. على كليكي دو فوا فوا الفونيتر دو فوا، غتخرج لي واحد الدار بحال هكا. غادي نشوف بانه حيت انا اول مره غنخدم هذا البروجي فما عندي حتى شي حاجه عليه، ما نكري حتى شي كالك لا، يعطيك بعض الاختيارات هنايا اللي هما اما غتبازي على واحد البروجي اللي ديجا مخدوم عندك هنا، او غتخدمو من جديد مانيالمو يعني غتقدم مانيالمو، او غتعتمد على واحد الموديل اللي كاينه في اللوجيسيال هنا، او غتجيب واحد 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 الكونفيغوراسيون ديال لي كالك اللي ديجا خدمتيها لواحد البروجي واحد اخر. فاحنا مادام نتوما ما غيكون عندكم حتى شي حاجه من هادو غنقولوا فوالا اوكي كريي مانيالمون. هنا شوفوا ما عطاني حتى شي حاجه، عطاني غير واحد لي كالك من واحد حتى لعشرة. هاد لي كالك غتشوفوا بانه كاينه غيكونوا ثلاثه الالوان، كاينه الصفر والاحمر، هما نفس الالوان اللي شرحنا قبيله ديال لي كالك، يعني بالاحمر صافي دير انه هو الكالك كورونت اللي تستخدم به دابا.
بالصفر يعني هذا الكالك راه غادي يبان، ولكن راه ماشي هو الكالك اللي خدام فيه، يعني غيبان لك تقدر تسيبريمي شي حاجه ولا شي حاجه، ولكن راه ماشي هو الكالك اللي محسوب عليه. وهذا نورمالمون تيكون بالجري، بمعنى انه الحاجه اللي كاينه في هذا الكالك راه غتبان، ولكن راه مقفوله، يعني ما تقدرش تموديفي فيها ولا شي حاجه. دكور واخا، هنا دابا غنجيو نكريو البروجي ديالنا. كاين جوج الحاجات، اما تخدم الموديل ديالك ومن بعد تكونفيكري ليه تكونفيكري ليه البلون ريفيرونس، يعني لي زيتاج بلي نيفو ديالهم بالسوميل بشحال هابطه، يعني لي نيفو ديال الفون دو فوي، لي نيفو ديال لاوتور سو بلافون في لي زيتاج الى اخره. اما غتخدمها هي الاولى تكونفيكريها هي الاولى اللي عندك موجوده، اما غتخدم مع راسك تخدم الموديل ديالك عادي ومن بعد غتكونفيكريها وتافيكتيها. فلا جيتنا نكونفيكريو هنا نقول فوالا مثلا انا عندي اير بليس 2، هنا تيسولك مثلا هذا نوفو موديل شنو غتسميه، غنسميه مثلا اير بليس 2. وغنجي هنا مثلا قال لك نمبر دو طاج اللي هما فوق الزيرو، فنقول له عندنا لايت شوسي بروميير ودوزيام يعني 3، وهنا تيقول لك نمبر ديتاج او دي سويلا يعني كلو لتحت غنديرو زيرو، ما عنديش شي نيفو عندي الفونداسيون. هنا غيقول لك ديزيناسيون يعني الزيرو في غيكون واش الغيت شوسي ولا البروميير ايطاج ولا ما عرفت شنو ولا هنا النيفو ديال البلونشي الغيت شوسي واش هابط لتحت ولا طالع الفوق بشي نيفو ولا شي حاجه، خليو هادي لا هوتور الى اخره ليبر اونتر لي بلونشي. هادشي هذا كامل لي كوت اللي تتشوفهم كاملين، وهاد لي ديمونسيون كاملين اللي تتشوفهم، لي بيسور ديال لا دال الى اخره، ممكن نديرو لو كريي ويكملنا الستريكتور دو باتيمو، ومن بعد عاد تموديفي فيهم مانيال، ما تعطيك الامكانيه انك تموديفيهم هكا مانيال. غنشوفو دابا دير اوكي. هنا غيقول لك هنايا ها لي زيتاج اللي غيحط لك، غيحط لك الغيت شوسي البروميير والدوزيام ولي سوميل. وهنايا غيقول لك بانه كاين 11 الكالك في كل واحد، يعني غيعطيك 11 الكالك فين تخدم، يعني مثلا في الغيتشوس غيعطيك 11، في ليتا سيبيريو غيعطيك 11، فين ممكن حيت مثلا لك انت تخدم انت مثلا الفونداسيون تقدر تخدم مثلا لي لونغرين بوحديتهم ديرهم في كالك، مثلا تقدر تخدم لي بوطو بوحديتهم ديرهم في كالك الى اخره. هنايا تيطلب منك انه تيقول لك واش غدير دي في، غنقول له اه. هنا تيقول لك شحال من في بغيتي، يعني شحال من كالك، 5. وكما قلت لكم هادشي كله ممكن تزيدو او تنقصو منين تدخل لي كارت ديالك، فممكن غابيدمون دير اوكي على كل شيء. من بعد هنايا انتما كما قلت لكم هو تيعطيكم لي كوت، تيعطيكم لي نيفو وكل شيء، وهادشي كله عندك الامكانيه انك تتحكم فيه. مثلا انا ممكن نقول له انا عندي زيرو هنا فتتمشي، مثلا ممكن نقول له انا راه لاوتور سو بلافون 2 داكور، نقول له اوكي 82 عاوتاني هنايا نقول له اوكي. هنايا هاد البار هادي اللي تيفتحها من الفوق تيقول لك واش نهبطو لتحت ونكاردي لك الليل، واش اما نطلع لك لاوتوغ الفوق ونكاردي لك الليل لتحت، ولا نهبط لك لاوتوغ لتحت ونكاردي لك الليل فوق، ولا هادشي علاش تيسول. حنا غير غابيدمون غادي شوفو هنا النيفو زيرو فين جا، وهنا هابط عندي في 0.65 الى اخره النيفو ديال الغيت شوسي. فهنايا نقول له فوالا عندي زيرو، نقول له اوكي صافي. هنا حنا في النيفو ديال الزيرو لايت شوسي، هذا النيفو انفيريو وهنا النيفو سيب. واخا هنا لا عندك شي اكروتير ولا شي حاجه، ولا تقدر دير له زيرو تقول له ما عندي والو الفوق، و تيكون له ممكن ترجع ليه في الاخر وتعاود تموديفي فيه. كما قلت لكم راه تقدر تموديليزي. واخا انا دابا فوالا انتم غتشوفوا الباتيمون ديالي اللي تحطات كامله، ها ال 11 كالك اللي قلت لكم. هنا مثلا في الغيت شوسي غتلقى 11 كالك، هنا في ليطاج سيبيغ غتلقى 11 كالك، هنا غتلقى عاوتاني في ليطاج سيبيغ 11 كالك. ممكن تغينومي اي حاجه من هادو، ولكن هاد لي كوت اللي تتشوفو اللي ديجا 82 الى اخره، هاد لي كوت ما تيخدمو حتى شي حاجه ملي تتكون نسات موديليزي. فوقتاش غيخدمو؟ ملي غتشد هاد الكالك هذا وغتافيكتي، ان فوا غتافيكتي غادا يعتمد على هاد لي كوت اللي عندك. علاه قلت لكم في الاول ممكن تخدم الموديل ديالك كامل ومن بعد عاد ترجع وتقاد هاد لي نيفو ديالك وتافيكتي داكور. علاش هادو مهمين بزاف؟ لانه بعض الخطرات تتسالي النيفو وتيجي مثلا الارشيتيكت تيقول لك فوالا انا هذاك النيفو راه هبطتو مثلا ب 20 سنتيم، ف
فما يمكنش نتايا غتمشي لشاك اليمون تبقى تهبط فيه، مثلا عرفتي لي بوطو تصغرهم ب 20 سنتيم، عرفتي مثلا لادال تهبطها عاوتاني ب 20 سنتيم، هذا تيسهل عليك المأمورية. ان فوا مثلا هو كان 82 ولا مثلا 72، تجي تدخل الكونفيغراسيون اللي كنا فيها قبيله وتقول له فوالا هنايا، وتقول له فوالا انا راه هبطه، تدي له 72. فمني تتشيل الموديل 3 دي ديالك تتلقى بانه لي نيفو كاملين هبطوا ب 10 سنتيم بلا ما تدخل فيهم نتاعك. داكور، هادشي اللي كاين. فغنجي هنايا كما قلت لكم في الاول، فغالبا الكونسيبسيون انت تخدم في الاوتوكاد، وعاد تنامبورتيو داك الفيشي اللي هو ديال الاوتوكاد، وتنعاودو نخدمو عليه نموديليزيوه فوق منه، فوق منه تيساعدنا كبلون ريفيرونس، تيساعدنا باش نموديليزيوه فوق منه. هادشي كله غنشوفوه ان شاء الله في الفيديوهات الماجيه كيفاش داكشي. فهنا غنخرج، هنا انا درتها بالاحمر، صافي غنا هاد الكالك هذا هو اللي غنخدم فيه. هنا غادي نخرج غندير اونجستريوي، خرجت هنا غنسيبريمي هذا وغنمشيو دابا ان امبورتيو داك الفيشي ديال الاوتوكاد. داكور، هنايا باش تامبورتي راه كاينه كلشي هنا، هنايا الا مشيتي لامبورتي و اكسبورتي، فهنايا الا بغيتي تامبورتي شي فيشي ديال الاوتوكاد ها هو، الا بغيتي تامبورتي شي دوني ديال بي دي اف شي فيشي بي دي اف ها هو، الا بغيتي تامبورتي لي افس اللي كنا دوينا عليه قبيله ها هو، ولا شي دوني جايه من سينما 4 دي ولا سكيتشاب ولا رينو الى اخره. داكور، هنا اللي تيهمنا هو اننا امبورتيو من الاوتوكاد، ولكن قبل ما امبورتيو من الاوتوكاد غنمشيو لفيشي اوتوكاد ديالنا اللي بغينا امبورتيو غندخلو له. عندنا البروجي ديالنا فينا هو لا هو هذا هنا. فاول حاجه غنخدموها هي الفونداسيون، سيليكسيوني الفونداسيون، كوبي نوفو فيشي، كولي، اوكي. هذا غير الكوتاسيون تخرج نحيدو، ما عندنا ما نديرو به. غنجيو هنايا، انا خدام خدمت هذا البروجي هذا، ولا بد خصك تعرف لينيتي باش خدمتي. الا خدمتي بالمتر باش تامبورتي بالمتر، خدمتي بالسنتيمتر تامبورتي بالسنتيمتر. حنا غنشوفو علاش غاتهم لينيتي هنا. فهنايا غنسيليكسيوني كلشي وغندير ديبلاسي، وغنشدو من واحد البوان اللي هي هادي، وغنردو في 0 0 0، يعني لي كوردوني ديالو يكونو في 0 باش منين تامبورتا ما نبقاش نقلب عليه. داكور، غنديرو 0 فيرغيل، يعني فيرغيل مخدمش بيها بزاف، نطفيو هادي نشوفو هنا فيرغيل واش كاينه لا مكايناش. هنا مكايناش، هنا كاينه فوالا هي بيها 0 فيرغيل 0 ندير اونتري، كليكي دو فوا بالرولات غنلقى بان فوالا انتما لي كوردوني هو جا في زيرو زيرو الى اخره. غنمشي هنا غندير اونجيستري سون، اما اونجيستري دي اكس اف ولا اونجيستري اوتوكاد، ماشي مشكله بالنسبه ليا، حيت اول بلون تيعرف دي اكس اف وتيعرف تا الاوتوكاد عنده بحال بحال. غنسميه فونداسيون، سو صافي. بالنسبه لينا هذه المرحله هذه سالات، نشوفوا فينا هو ها هو، وغنرجعوا للاول بلون ديالنا. غنمشيو للفيشي امبورتي، امبورتي دي دوني اوتوكاد، وهنايا غنشوفوا علاش قبيله قلت لكم خصكم تعرفوا لينيتي باش خدمتوا هذا البروجي هذا، لانها غتكون مهمه. ها الفيشي ديالنا هو فونداسيون غاليزا، مختار الفيشي شنو هو، وهنايا لي بارامتر ديال كيفاش تامبورتي الفيشي اوتوكاد ديالك. اهم جوج حاجات في هادشي هذا كامل، لان هادشي غير تخربيقه بالنسبه ليا. لي بارامتر افونسي تيهضر على لي كولور، واش بغيتي تجيب لي بولي لاين مهرسين او لي زاشير مهرسين الى اخره، ما عندنا ما نديرو بهادشي هذا كامل، لانه انا ما تيهمنيش الديسان كي غيكون، قدر ما تيهمني انه غيجي كامل باش نقدر نخدم فوق منه الموديليزاسيون. داكور، هنا كاين جوج الحاجات، هنا تيقول لك توت لي دوني اوتيليزي، يعني واش كاع لي دوني كاع لي ديسان اللي كاينين تما غادي تجيبهم، ولا غير لي دوني اللي هما فيزيبل اللي تتشوفهم، يعني الا كانت شي حاجه كاشي ما غاديش يجيبها. هنا تيقول لك واش باغي تكونفيرتي كاع لي زينيم، ولا كانت عندك شي حاجه 3 دي تما ولا 2 دي ولا شنو. غالبا حنا بطبيعه الحال حنا خدام في فلوتوكاد، يعني غيكون 2 دي، فما تيهمش اما دير 2 دي على 3 دي او ديرها 2 دي.
هنايا هدي هي اهم حاجه، هي انك تختار لينيتي ديالك، لينيتي اللي خدمتي بها في لوتوكاد. اذا كنت خدمتي بالمتر غدير هنا متر، اذا كنت خدمتي بالسنتيمتر غدير هنا سنتيمتر. فانا خدمت بالمتر، اذا اكيد خصني ندير هنا المتر. ما تبقى ما كاين حتى شي حاجه هادي، تقدروا تشوفوا هادشي هاد الا تنفعك في شي حاجه، مي انا شفتهم كاملين بالنسبه لي، ما عنديش شي حاجه تما مهمه. فغندير اوكي وغندير اوفر، غنتسنى واحد شويه تي امبورتي. اوكي فوالا، ها هو واحد الديسان ديالي، ها الفونداسيون بلي كوت ديالها بلي زاكس ديالها الى اخره. من بعد بالنسبه لي انا دابا حاليا انا خدمت امبورتي الفيشي دي. فما نطولش عليكم باش الفيديو ما يكونش طويل بزاف، الا قدرتوا تشوفوا غير هادشي هذا اللي قلت لكم اليوم ان شاء الله، ومن بعد نكملوا على هاد الفيشي ونشوفوا حاجات وحدين اخرين. الله، تصبحوا على خير ورمضان مبارك سعيد مجددا، والله يدخلوا عليكم الصحه والهنا والعافيه، و بارطاجيو بارطاجيو هاد الفورماسيون هادو، لانه فعلا فورماسيون ما غتلقاش، قلب في يوتيوب ما غتلقاش شي واحد داير فورماسيون على اول بلون. هادي اول فورماسيون تيديرها واحد عربي وواحد مغربي، فما غتلقاش شي فورماسيون نهائيا، لا بالمغربيه ولا بالدارجه. انا خليتها بالدارجه باش كلشي يستافد، باش كلشي، باش قاع الدراري سيرتو اللي عندنا في الجروب باتي ماروك يستافدوا كاملين، ونتمنى من الله التوفيق للجميع. الله يسلمهم.